مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا. منذ قليل حصل ان فندق هيلتون هليوبلس القريب من المطار تم وضع الاوتيل بالكامل في الحجر الصحي، ودخلت لجنة من وزارة الصحة لفحص الناس اللي موجودين في الاوتيل، ومن 100 شخص تبين وتأكد وجود 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، كانوا مختلطين بسائح كندي، ومنهم كانوا بيشتغلوا في المطبخ الرئيسي. انت متخيل مطبخ رئيسي يعني اكل، يعني نفس في الاكل. واعلنت وزارة الصحة ان هم 4 حالات اصابة مؤكدة نتيجة اختلاطهم بهذا المواطن الكندي، يبقى اصبح عندنا اجمالي الحالات اللي موجودة في مصر طبقا للبيان الصادر من وزارة الصحة 59 حالة. طيب خلينا نتكلم بشكل أكثر واقعية. هو شبه مستحيل إنك أنت تقدر تعرف الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا في مصر إذا كان في مصابين. ليه؟ رقم 1، لأن عدد الأجهزة اللي موجودة في مصر للكشف على المصابين أو السائحين عند قدومهم أو الناس اللي بتبلغ إنهم عندهم صعوبات في التنفس أو أعراض من اللي هي تم نشرها، أساسا يعني مفيش الأجهزة اللي تقدر تغطي هذا العدد الضخم. مصر ووزارة الصحة بشكل محدد ما عندهاش استعدادات الكافية لمواجهة هذا المرض، خصوصا إذا انتشر بأعداد كبيرة. ده رقم 1. رقم 2، من ناحية تانية الناس نفسهم إذا حسوا بأي أعراض مش هيبلغوا. الله الشافي، الله المعافي. عدم التمييز إذا كان ده هو أصلا مرض كورونا أو برد عادي أو تقلب الجو، أو ده جو اليومين دول فيروسات شوية سخن شوية ساقع، فالدنيا احنا متعودين على الدور ده بيجيلي كل سنة. ناس كتيرة تقول لك ده مية على الرئة، وده رئتي تعبانة ومش عارفة اتنفس، ومن التدخين ومن الكلام ده كله. فالناس عندها ممكن تحط مبررات كتيرة على ان هي يعني في احجام على ان هي تدخل نفسها تحت طائلة المجهول، لأن عدم الثقة في وزارة الصحة وفي إمكانيات المستشفيات وفي إزاي التمريض أو الرعاية الصحية هتكون، دي بتخلي الناس طبعا بشكل عام عندها إحجام من رؤيتهم للوضع الموجود في المستشفيات ومعاملات سابقة مع أي حاجة حكومية تابعة لوزارة الصحة. طيب علشان بس نريح ضميرنا، انا عارفة ان اكيد الاعراض دي سمعتوها من اكتر من مصدر مسبقا، لكن خلينا نقول ان الفرق بين يعني اعراض كورونا والامراض التانية، لان هي متشابهة بالالتهاب الرئوي ومتشابهة بالنزلة المعوية، فانت هتلاقي ان في صعوبة جدا في التنفس، احيانا بتوصل لفشل في التنفس، ودي الحالات اللي لازم يتم الإسراع لنقل المصاب لأنه بيحتاج مساعدة إنه يتحط على جهاز تنفس صناعي. وكمان بيحصل إسهال، ارتفاع جامد في درجة الحرارة وما بتنزلش، ريق ناشف. دي الأعراض اللي هي بتبقى مش زي ما أنا بقول كده، لأن هي زي ما قلت لكم متشابهة مع الالتهاب الرئوي أو النزلة المعوية، لكن كل ده بيتجمع مع بعض وبيكون بشكل قوي وحاد وكحة ناشفة كده شوية. انت تروح او ما تروحش ده طبعا قرارك، اذا كان يعني زي ما قلت لكم قبل كده اللي هو عدم ثقة الناس في رعاية والاهتمام وزارة الصحة او المستشفيات او التمريض عند التوجه للمستشفى، فبيقولك لا انا هفضل في البيت احسن. اذا كان هما كده كده ما لقوش لقاح او علاج لغاية دلوقتي، والناس اللي بتخرج هي اوريدي يعني ناس كانت عندها أعراض وخفت منها بشكل تدريجي لوحدهم. لكن طبعا أنا بقول لكم الناس بتفكر إزاي، ده تفكير غلط، لأن في جميع الأحوال لازم أنت ما تسيبش نفسك تتعرض لأي نوع من المجازفة. لو أنت حاسس بحاجة مش مظبوطة لازم أنك تتوجه فورا للمستشفى أو لدكتورك الخاص أو لطبيب الأسرة أو لأقرب مستوصف، إنك أنت تروح تطلب مساعدة، لأن ممكن الموضوع يتطور ويا رب يعفو عنكم جميعا. طيب عايزة أتكلم معاكم عن حاجة تانية دلوقتي، اللي هو التحليل اللي طلباه السعودية. برضو من ساعات أعلنت السعودية عودة الطيران ما بينها وما بين مصر.
ده حصل من ساعتين تقريبا، وده نزل على الموقع الرسمي للسفارة السعودية في مصر. لكن الناس فاهمة ان التحليل اللي كان مطلوب اللي السعودية طالباه ده، يعني ان الناس كلها دي حاجة مفتوحة للناس كلها. طبعا انت لو عايز تعمل، اي حد عايز يعمل تحليل عشان يتأكد هو حر يقدر يعمل التحليل، لكن سبب الموضوع ده وسبب المشهد المؤسف اللي احنا تألمنا له كثيرا، تكدس الناس في تجمعات غير صحية على الإطلاق، إن الناس تتجمع بهذا الشكل بهذا الحجم وتسلم على بعض بحميمية، والناس وشها في بعض ومتلاصقة مع بعض، دي المنطقة دي كلها هينتج عن هذه التجمعات طبعا كمية أمراض وبرد ونزلات، يعني برد أكتر من اللي ممكن يحصل في عدد الناس اللي ممكن يجي لها كورونا. يعني التجمع ده كان مصيبة، حاجة طبعا فاضحة وغير صحية على الإطلاق. تمام. التحليل ده طلباه السعودية كشرط للي مسافر هناك، هيبقى معتمر، أو الناس اللي رايحة لشغل، أو اللي له مصلحة هناك بيقضيها. احنا شفنا طبعا الأعداد الغفيرة اللي كانت مطلوبة، وزارة الصحة قالت كمان بعديها إن في ويب سايت هم عملوه علشان يتجنبوا هذا التكدس، ان الناس تروح تسجل على هذا الموقع وبيتم تحديد موعد للكشف. تكلفة الكشف هي 1000 جنيه وليس 2500 للمستعجل كما أشياء. إذا كان حد ضحك عليه أو حد حاول إن هو يسترزق من وراه، دي منطقة تانية. من الحاجات المؤسفة جدا ان لستة المستشفيات اللي تم الاعلان عنها كانت موجودة بس في القاهرة واسكندرية. النهاردة بس قالوا ان بعض الوحدات هتتنقل للأقصر نتيجة ارتفاع عدد المصابين اللي موجودين في الأقصر. مين بقى اللي وصلنا للمرحلة دي؟ مين اللي سمح للسياحة في هذا الموسم اللي هو معروف ان في اعتدال شوية في الجو والسياح سياح كتير بينزلوا لأسوان؟ مين اللي سمح بهذه المأساة اللي احنا توصلنا لها؟ كسبنا كام يعني من وراء السياحة؟ وطبعا أنا متفهمة خوف الدولة وخوف النظام على إن سوق السياحة يتضرب، لأن طبعا دي مأساة كبيرة في عدد أو حجم المخزون من العملة الصعبة الموجود لدى البنك المركزي، اللي هو بيعتمد زي ما قلت لكم وشرحت لكم قبل كده على الأموال اللي بتخش من السياحة، اللي هي وصلت مؤخرا ل 23 مليار دولار، وده رقم طبعا التضحية بيه احنا بالنسبة لنا بنقول في 60 داهية، لكن بالنسبة للنظام له حسابات أخرى. بنرجع بقى بعد كده نشوف الأوجه الصرف بتروح فين. يعني ما انا انت تيجي بقى تقول طب ما انت بتصرف الفلوس فين، وانا كمواطن واصل لي ايه، واصل لي قد ايه؟ خفض انت نفقاتك شوية، او قلل اللي انت بتصرفه، او قلل مظاهر البذخ، اعلن التقشف في الحكومة. يعني مش لازم تيجي عليا في كل الأحوال. تمام. فده سبب ان الدولة حرصا على العائد اللي بيجي الدولاري اللي بيجي من السياحة قالت تضحي وما تاخدش القرار إلا إذا ارتفع وظهر بقوة تعداد مصابين بشكل مؤكد. وده بالنسبة لي بيفسر الزيارة اللي هي راحت الدكتورة هالة، اللي هي كانت بتقول تؤازر الشعب الصيني، لكن هو في حقيقة الأمر اللي احنا شايفينه دلوقتي واضح إن كان في حالات ظهرت
وكان في احتياج لأجهزة، وكان لازم، أنا برضو لسه مش مقتنعة لها ليه لازم تروح بنفسها، لكن هي راحت في الآخر علشان تاخد الأجهزة وربما معونات أخرى إحنا ما نعرفش عنها حاجة. تمام، لكن اللي أنا فاهماه كويس وعارفاه إن منظمة الصحة العالمية عملت دعم خصصت دعم، وكذلك الأمم المتحدة دعم مادي ضخم للدول التي لديها مستوى متدني من الرعاية الصحية ولا تستطيع مواجهة هذا المرض أو هذا الفيروس. فمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة حددوا رقم لمساعدة هذه الدول. كم هو هذا الرقم بشكل محدد؟ 15 مليون دولار. الرقم 15 مليون دولار. نصيب كل دولة أو نصيب مصر منهم كام؟ دي حاجة لم يتم الإعلان عنها. أنا بحثت كتير علشان أعرف بدقة إذا كان في رقم محدد استلمته مصر. حقيقي دي حاجة لم يتم الإعلان عنها، لكن اللي أنا مش عارفة أفهمه، لكن هو مؤكد أكيد إن الدول بتاخد إعانات من المنظمات اللي تابعة للأمم المتحدة. لكن اللي أنا مش فاهماه حتة اللي هي التحليل ده يتعمل بألف جنيه أو ب70 دولار لغير المصريين المتوجهين للسعودية. فكرة إن أنت مسافر السعودية فأنت أكيد بالنسبة لك 1000 جنيه دي مش أزمة، وأنت لو أجنبي ف70 دولار بالنسبة لك يعني مش بيج ديل. طبعا دي حاجة يعني فكر غلط، فكر غلط. ليه؟ لأن أنا هقول لكم مثلا كنموذج، هنا الوقت بتاع إنفلونزا الطيور كان في قلق من الناس اللي نازلين مصر. فمش بس النازلين مصر، اللي مسافرين خارج الاتحاد الأوروبي. حلو، فقالوا ان في المراكز دي في كل حي في مركز، وطبعا في هذه الحالات بتستخدم مقرات الاحزاب بتتفتح للجمهور، الاحزاب سامعين وحاجات تانية يعني في اماكن كتيرة قوي بتتفتح للجمهور في مواعيد محددة بيتم الاعلان عنها في كل حي يا مؤمن، مش في المحافظات، في كل حي. يعني احنا عندنا مركز صحة الأسرة، عندنا الأماكن اللي بيطعم فيها الأمهات والأطفال، ممكن يتخصص فيها حاجة، ودي حاجات موجودة في الأحياء في المحافظات. احنا مش مضطرين ان احنا كنا نحددها في القاهرة والإسكندرية في أماكن محدودة جدا. لكن للأسف الشديد هي دي إمكانيات وزارة الصحة. لكن فكرة ان انا ادفع 1000 جنيه، زي ما قلت لكم تاني ان ايام انفلونزا الطيور كان اللي مسافر مصر يعني او مسافر سياحة بيقولوا له تروح تطعم في الاماكن كذا وكذا وكذا في كل حي. طيب لو انت مش عايز تقف طوابير بتروح للدكتور الخاص ومتوفرة وبسعر كذا، وطبعا السعر غالي. ليه؟ حوالي 100 يورو تقريبا او 120 يورو. لكن انت لو مش هتقدر تدفع الرقم ده، في اماكن تبع الدولة هتروح فيها هتقف في طوابير في وقت انتظار طويل جدا، انسى الساعة، وكاتبين خد معاك كتاب وازازة مية، وفي ساعات انتظار ممكن تعدي الساعتين. لكن هو في طابور محدد وعدد محدد اللي بيخش جوه، والدنيا ماشية في طابور، مفيش هذا العدد الضخم اللي متكربس. لكن انا قلت لكم الاسباب ايه: عدم وجود، عدم استخدام، يعني عدم وجود اجهزة كافية، وعدم استخدام مواقع وزارة الصحة في المحافظات في هذا الكشف. لكن المفروض الدولة بما انها واخدة اعانات المفروض ده يكون مجاني، مش اروح ادفع 1000 جنيه ولا 70 دولار للاجانب علشان اكشف، عشان انا بدفع تمن ان انا رايح السعودية. دي خدمة لازم تقدمها وزارة الصحة بشكل مجاني، ودي حاجة بتعملها كل الدول، حاجة ما فيهاش كلام. اللي عايز يعمل حاجة خاصة بيروح لدكتوره الخاص وساعتها بيدفع فلوس، لكن عامة الشعب الناس كمان اللي هي معهاش فلوس وعايزة تكشف لازم الدولة بتوفر لها ده ببلاش، لأن انتوا واخدين فلوسهم، يعني في اوريدي رقم اتصرف وفي أجهزة
اتاخدت، واذا كانت هي اجهزه محدوده. اخر حاجه هتكلم معاكم فيها الاجراءات اللي ابتدت تتخذها الدوله في التعقيم. اصدروا صور كتيره قوي لعمال لابسين زي اوفرول لونه لبني ووراهم حاجه كده زي صندوق معدن، وبعضهم حاطط كمامات والبعض الاخر لا. انا عايزاكم تشوفوا معايا الصور اللي تم نشرها. طبعا الشكل اللي حوالين، يعني اولا هو مستحيل مستحيل ان يتم التعقيم بشكل 100% زي ما بيحصل بره. ليه؟ لان موضوع ان مصر مش مستعدة نتيجة نقص الامكانيات دي حاجة مش مقبولة بالنسبة لي خالص خالص. لكن احنا هو ده الواقع، ان لما تحصل حاجة زي كده الفلوس رايحة في مناطق تانية في اوجه صرف مختلفة، تمام؟ مفيش مخزون للتعقيم. فلو تشوف العامل زي ما شفته في الصور وهو بيرش، اصلا بيرش على ارض مش نظيفة، بيعقم حمام الحيطة كلها معمولة عليها تواليت اصلا فيها بقعة صفرة. عاملة طالعة تشيل تنظف مروحة، أصلا كل المكتب رايح في 60 داهية. فبتضحكوا على مين وبتقولوا تعقيم السكة الحديد؟ السكة الحديد ابتدت تعمل تعقيم، لكن انتوا لو شفتوا المنظر عامل ازاي، منظر مؤسف جدا. فطبعا يعني لو شفتوا بقى بره بيعملوا ايه، يعني الناس اصلا وهي نازلة من الطيارة بيقعدوا يرشوهم، واصلا الكيماوي اللي بيترش ما ينفعش العامل يشمه، فلازم 1000000% يكون حاطط كمامة. لكن العامل اللي احنا شفناه مش حاطط كمامة، دي مصيبة. يلا 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 ايوه يلا. تجمع الناس علشان الكشف اللي طلبه السعودية بهذا العدد فضيح فضيح، تمام. ربنا يسلم الجميع، تحياتي ليكم. الكشف بس للناس المسافرين للسعودية، عدد الحالات تاني 59 حالة. هو لم يتحول إلى وباء لكنه فيروس سريع الانتشار. المفروض إن الدول بتعمل حظر مسبق وسريع للسياحة في وقت ينقذ، مش بعد ما دخلنا الناس. ولغاية دلوقتي لم يتم إعلان منع السياحة من الصين لمصر. ربنا يسلم، لكن احنا ناخد برضو بالأسباب، احنا اللي فاتحين الباب للناس بتيجي من بره، وبالتالي بيتنقل الفيروس لعندنا. لكن على حس الفيروس هتبقى فيه فلوس كويسة يمكن تعوض الخسارة اللي هتيجي من السياحة، تمام؟ حياتي ليكم، ويا رب الخير ليكم دايما، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.